اللي كان بقالك مركز. مركز؟ انا مش بتاع مراكز. انا كل اللي شاغل تفكيري هو ان انا ابني مستقبلي ومستقبلك. انا مستقبلي الجواز يا ياسر. ان ما كنتش قادر قولي انت في حلم من عودك ليه يا اهلي. الله الله الله، ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا كروان؟ اخر حاجه كنت اتوقع اسمعها منك. يا قاسم انا عايزك تعتمد على نفسك، تريحني من الشغلانه اللي بشتغلها دي، انا تعبت بقى. قولي وريحني يا اخي. طيب يا حبيبتي، انفذ بس المشروع اللي في دماغي ده.